بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الخمسون الفواكه التي تؤكل منها ما هو حلو كالتفاح والعنب والتين والرطب والبطيخ والشمام الفواكه مبتدأ أول التي اسم مفصول في محل رفع نعت للفواكه تؤكل فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي وهو عائد على التي وجملة تؤكل صلة المفصول منها جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر وهو مبتدأ ثان هو ضمير منفصل مبتدأ ثالث حلو خبر المبتدأ الثالث والجملة من المبتدأ الثالث وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الثاني وجملة منها ما هو حلو خبر المبتدأ الأول كالتفاح جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وهو نعت لحلو التقدير حلو كائن أو كان كالتفاح وحرف عطف العنب معطوف على التفاح وحرف عطف التين معطوف على العنب وحرف عطف الرطب معطوف على التين وحرف عطف البطيخ معطوف على الرطب وحرف عطف الشمام معطوف على البطيخ ومنها ما هو حلو حامض كالبرتقال واليوسفي والرمان والمشمش وحرف عطف منها جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه جملة في محل رفع خبر مقدم ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر وهو مبتدأ أول هو ضمير منفصل مبتدأ ثان حلو خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول حلو منعوت حامد نعت أول كالبرتقال جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وهو نعت ثان التقدير حلو حامد كائن أو كان وحرف عطف اليوسفي معطوف على البرتقال وحرف عطف الرمان معطوف على اليوسفي وحرف عطف المشمش معطوف على الرمان أما الليمون فهو من الأسمار الحامضة أما حرف الشرط الليمون مبتدأ أول الفاء حرف واقع في جواب الشرط هو ضمير منفصل مبتدأ ثان من الأسمار جار ومجرور متعلق في كائن تقدير وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول الحامضة نعت للأسمار ومن الحضروات ما يؤكل أحضر أو مملوحا كالخيار والقساء وحرف عطف من الحضروات جار ومجرور متعلق في كائن تقدير وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر يؤكل فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على الاسم الموصول وجملة يؤكل صلة الموصول أحضر حال منصوبة وصاحب الحال هنا نائب فاعل في يؤكل أو حرف عطف ممنوحا معطوف على أحضر كالخيار جار ومجرور متعلق بالفعل يؤكل وحرف عطف القساء معطوف على الخيار ومنها ما يؤكل مطبوخا أو مملوحا كالكرنب والباذنجان وحرف عطف منها جار ومجرور متعلق في كائن تقدير وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر يؤكل فعل وفاعل وجملة يؤكل صلة الموصول مطبوخا حال منصوبة أو حرف عطف مملوحا معطوف على مطبوخا كالكرنب جار ومجرور متعلق بالفعل يؤكل وحرف عطف الباذنجان معطوف على الكرنب
ومنها ما يضاف إلى الطبيخ أو السلطة كالجزر واللفت والطماطم والثوم والبصل والفلفل. وحرف عطف منها جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر، يضاف فعل وفاعل، وجملة يضاف صلة المفصول، والعائد على الاسم المفصول ضمير مستتر، وهو هو في يضاف. إلى الطبيخ جار ومجرور متعلق بالفعل يضاف. أو حرف عطف السلطة معطوف على الطبيخ كالجزر جار ومجرور متعلق بالفعل يضاف. وحرف عطف اللفت معطوف على الجزر. وحرف عطف الطماطم معطوف على اللفت. وحرف عطف الثوم معطوف على الطماطم. وحرف عطف البصل معطوف على الثوم. مجرور مثله. وحرف عطف الفلفل معطوف على البصل. أما البطاطس فيؤكل مطبوخا فقط. أما حرف شرط البطاطس مبتدأ، الفاء حرف واقع في جواب الشرط. يؤكل فعل مضارع خبر المبتدأ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط. مطبوخا حال منصوبة، وصاحب الحال هنا نائب فاعل في يؤكل. الفاء حرف زائد لتزيين اللفظ. قد وهي اسم فعل أمر بمعنى انتهي، أو اسم فعل مضارع بمعنى يكفي. في جنينتنا ينبت التفاح والبرتقال واليوسفي وغيرها من الأسمار. في جنينة جار ومجرور متعلق بالفعل ينبت. جنينة مضاف ناء مضاف إليه. ينبت فعل مضارع، التفاح فاعل. وحرف عطف البرتقال معطوف على التفاح. وحرف عطف اليوسفي معطوف على البرتقال. وحرف عطف غير معطوف على اليوسفي. غير مضاف ها مضاف إليه. من الأسمار جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وهو نعت لغيرها. التقدير غيرها كائن من الأسمار. ذهبنا يوم الخميس الماضي إلى البستان فقطفنا فيه كثيرا من البطيخ والشمام والخيار والجزر واللفت والبصل. ذهبنا فعل نا فاعل، يوم ظرف زمان مضاف، الخميس مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل ذهبنا. الماضي نعت. إلى البستان جار ومجرور متعلق بالفعل ذهبنا. فحرف عطف قطفنا فعل نافعل، فيه جار ومجرور متعلق بالفعل قطفنا، كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير قطفا كثيرا. من البطيخ جار ومجرور متعلق بالفعل قطفنا. وحرف عطف الشمام معطوف على البطيخ. وحرف عطف الخيار معطوف على البطيخ. وحرف عطف الجزر معطوف على الخيار. وحرف عطف اللفت معطوف على الجزر. وحرف عطف البصل معطوف على اللفت. والله أعلم بالصواب.